الآن السيد محمد زنكنة الكاتب والمحلل السياسي من أربيل. سيد زنكنة مساء الخير، كيف تتابعون هناك ما يجري من حراك في بغداد ومغادرة زعيم هذا الحراك الرئيسي وهو مقتدى الصدر، مغادرته إلى طهران؟ نعم تفضل سيد محمد زنكرن. طبعا مساء الخير. أهلا بك. الوضع السياسي في العراق للأسف يتجه إلى طريق مسدود و... نعم أنا أسمعك تسمعني؟ نعم أستمع إليك تفضل. تسمعني؟ الصوت واضح سيد محمد زنكرن تفضل. ألو. نعم الأزمة في العراق للأسف تتجه إلى الوضع في العراق يتجه إلى يعني طريق مسدود للأسف. هناك حسابات في أين الأطراف السياسية، تجاذبات، هناك الكثير يعني المساوئ في العملية السياسية في هذه الفترة. يعني تقريبا الجميع ما هو قرار الصدر بطر إلى طهران وترك العراقية على مدى 6 أشهر كما يقال. هذه المسألة تعيد إلى الأذهان ما حصلت في زمن الدكتور عياد علاوي عندما حصرت النجف وحصر السيد مقتدى في داخل الصحن الحيدري، وكان للرئيس السابق مام جلال دورا مهما في إخراج السيد مقتدى الصدر من النجف وذهابه إلى إيران وإخراجه من أيدي الأمريكا الذي كانت في حينها مطلوبا لديهم. هناك قراءات مختلفة حول هذه المسألة. هناك من يعتقد أن السيد مقتدى ترك العملية السياسية كما هي وأنقذ نفسه من الجحيم الذي ينتظر العراق، ولكن من الجهة الثانية لا يجب أن نكون ظالمين 100% بحق هذا الرجل. هو تصرف في البداية بطريقة عقلانية بشكل وطني وكان له موقف إيجابي جدا من الكرد ومن أقليم كردستان وحول مسألة الاستفتاء في الأقليم، وكان أيضا وهو أيضا موضع تخدير لدى القيادات في كردستان، ولكن بشكل عام جدا هذه المسألة أثارت ريبة الكثيرين في داخل المجتمع العراقي. نعم أخي العزيز. ولكن يعني الرجل كل مرة يعتكف ويترك السياسة ثم يعود، يعني هل هذه المرة مغادرة بلا عودة أم مغادرة بعد شهرين سيعود إلى إذا ما حلت المسألة في 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 الساحة العراقية يعود ليبحث أيضا عن مغنم أو موقع له؟ يعني البعض هنا يتحدث عن لا أقول انتهازية ولكن مجرد بحث عن مصلحة شخصية. إذا كان هو يعني يبحث عن مطالب البسطاء فعليه أن يبقى معهم لا أن يهجرهم ويذهب إلى إيران كما يقول البعض. كلامك صحيح أخي العزيز. نعم هناك أيضا يعني هذه المخاوف التي تحدثت عنها تتلخص في تكرار التجربة الإيرانية لعام 1979 مع وجود فارق كبير طبعا بين الخميني وبين مقتدى الصدر. الخميني كان يدير الثورة الإسلامية في إيران من فرنسا وكان يستغل الكثير من المثقفين والناشطين في التيارات المدنية وفي التيار الألماني لمناهضة شاه إيران، إلى أن نجحت الثورة وهو عاد إلى طهران وأعلنها جمهورية إسلامية بين قوسين شيعية. هناك مخاوف من تكرار ذات التجربة من قبل السيد مقتدى الصدر وأن تكون إيران هي المنطلق الوحيد والأساسي لانطلاق هذه الثورة، وبدليل وجود الكثير من نشطاء التيار الألماني والتيار المدني وكثيرين من أعضاء الحزب الشيوعي العراقي كانوا متواجدين ضمن الاعتصامات وكانوا خطباء للاعتصامات في أيام الجمعة أمام المنطقة الخضراء وفي وسط بغداد. السؤال يعني وجيه جدا، لماذا ترك الشعب في هذه الفترة؟ إذا سيد زنكنة يعني أشكرك على هذه الملحوظة لأن بالفعل ربما تقودنا إلى 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 زاوية في غاية الأهمية وهنا أختم معك. إذا وكأن إيران ومعها مقتدى الصدر أحس بأن العملية السياسية الآن على أبواب الانهيار، لا يريدون العودة إلا لحظة الانهيار. لحظة الانهيار يعود مقتدى الصدر فاتحا وتعود إيران حينها الفاعل الرئيسي وتتحول العراق إلى ما يشبه إيران عام 79. هل هذا المشهد الذي تتخيله؟ هو هذا المشهد هو يعني يثير المخاوف. يعني كما قلت في البداية هناك فرق واسع وشاسع
بين يعني مستوى يمكن مع احترام السيد مقتدى الصدر بين المستوى القيادي والمستوى العلمي بين الخميني ومقتدى الصدر، لكن فعلا هذا المشهد ما زال يثير ريبة العراقيين، مع انه كانت هناك شعارات تقول ايران بره بره، اتباع التيار الصدري واتباع السيد مقتدى الصدر كانوا يصرخون في بغداد ايران بره بره، وهذا دليل واعتراف واضح وصريح بان ايران لها اليد الطولى في العراق. اما ايران تريد ان تعقد اتفاقا جديدا مع السيد مقتدى الصدر لتوسيع قاعده نفوذها في العراق، وهناك من يتوقع بان يكون الجنوب العراقي يعني النجف وكربلاء وباقي هذه المدن المحيطه بها هي تحت نفوذ ايران والسيطره الايرانيه في المستقبل القريب، او انه فعلا هناك يعني شبه مخاصمه شبه خصام سياسي بين ايران وبين السيد مقتدى الصدر، تحاول ايران رأب هذا الصدع لاعاده العمليه السياسيه الى يعني مسارها الطبيعي. انا كنت اسال كثيرا يعني المسؤولين الايرانيين الموجودين مثلا في اقليم كردستان في القنصليتين الايرانيتين في اربيل والسليمانيه حول دورهم ونفوذهم، كانوا يقولون نحن دوله اسلاميه ونحن عامل خير، نتمنى الخير للجميع، نحن نريد ان نصلح ذات البين بين الاطراف العراقيه، لكن ظهر السيد اسامه النجيدي قبل فتره قال ان احد الجنرالات الايرانيين هدده بالاستمرار في العمليه السياسيه واخبره بان داعش مقبل على الموصل وهي ستحتل الموصل، فهذه الخربطه التي الحاصله في المجتمع العراقي ايضا اثرت على العمليه السياسيه، واعتقد ان حتى اتباع التيار الصدري هم في حيره من امرهم حول قرار زعيمهم. نعم. الأستاذ محمد زنكنة الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من أربيل، نشكرك جزيل الشكر.